السلام عليكم ورحمة الله. إخوان والأخوات، نعود إليكم من جديد. الإخوان اللي ما مشاركش في القناة يشارك في القناة باش يوصلك دائما الجديد. الموضوع ديال اليوم هو واحد السؤال اللي دابا راه كنت متشكي، باقي الله 9 ديال الصباح وقريت هذا السؤال وقلت ضروري خاصني نوض نجاوب هذا السيد هذا، لأن خاصني نجاوبه في فيديو باش نشرح ليه مزيان. أوكي، سيد سميتو مصطفى مخلي لي سؤال في بعض التعليقات بعض الفيديوهات. اوكي، كيكتب ليا: جيت انا ومراتي ولقينا القانون ديال الساناتوريا، يعني الساناتوريا اللي كيصوبوا بها الاوراق. دفعت انا في القانون باش نصوب ورقيه، ومراتي حملات ودفعات 6 شهور وشدات 6 شهور، دابا دافعه باش 6 شهور الثانيه ديال الرضاعه. اوكي، هو باغي يعرف واش غادي يشد يحبس من الساناتوريا ويشد على بنته او يكمل في الساناتوريا. اوكي، هذا هو السؤال ديالو. انا خاصني نسولو عده اسئله باش غادي نجاوبه، ولكن غادي نجاوب على قد هذاك السؤال اللي حط ليا هو. اوكي، السيد بغى يعرف واش يسمح في الساناتوريا ويكمل مع مراته. اوكي، ومراته شدات 6 شهور الاولى و 6 شهور الثانيه يلا دفعت ليها وكيتسينها التيريا. اوكي خويا مصطفى، راه الزوجه ديالك راه غتشد 6 شهور الثانيه، غادي يحبسوا عليها كلشي، باش غادي تشد عاوتاني عامين خاصها خدمه، خاصها عقد عمل، خاصها دار بالكونترا او تكون ساكنه عند شي واحد ودير ريزيدنس بهذوك الوراق. دابا هي غتشد هذوك 6 شهور اللي شدات، خاصها دير ريزيدنس، خاصها تبدل البيرمي ديالها، خاصها تحل حساب في البنك، خاصة وخاصة ولا كان عندكم وليدات يكونوا داخلين تيقراو، وعاد محامي، راك دير محامي وكتجيب بعض الوثائق من البلاد تاهوما تنضر غيكونوا عندكم باش تشد انت معاها. خاصك عقد جديد مترجمو انجليزي، خاصك العقد مترجمو انجليزي باش تشد انت معاها، يعني هي مراتك، باش تشد حتى انت معاها خاصك عقد جديد، عقد الزواج مترجم انجليزي ودير لي ابوستيل، فهمتي؟ باش انت تشد معاها، وخاصك محامي، ومحامي غيطلب لك اكثر، لان المحامي كيدفع لك، كيدفع للمحكمه ديال القاصرين. وهرتنبر اللي غيخلص واحد المحامي خاصو 300 اورو باش غادي يخلصو في هذيك المحكمه، فهمتيني؟ يعني غيطلب لك شويه ديال الفلوس. الا كنتي مستعد نقول لك اسمح في هذا الشيء وتبع هذه الطريقه هذه، ولكن راه ماشي غدا هذا تخرج لك، راه خاصها شويه ديال الوقت. سمعتيني خويا، خاصها شويه ديال الوقت. الاسئله اللي خاصني نسولك هما على ساناتوريا، فين وصلت الساناتوريا ديالك؟ الباترون اللي دفع عليك واش مخلص الضرائب ديالو، ما عندوش مشاكل؟ واش عربي وطلياني؟ واش الشركه مازال كاينه؟ واش انت فعلا خدام عنده او غير بيني وبينك داك الشيء؟ فهمتي؟ يعني عدة أسئلة خاصني نسولك باش غادي نقول لك اسمح في هذه وخلي هذه. الساناتوريا راه بزاف اللي دفعوا ليها وماشي كلشي شد، وكثر من النصف ما شدوش. انت حاول تجري على الساناتوريا ديالك، جري عليها باش مراتك فاش غيعطيوها 6 شهور ما غديرش محامي الا شديتي انت الساناتوريا، غدفع على حسابك انت يا الرينوفا، فهمتيني؟ انت الا شديتي الاوراق مراتك غيسالي ليها، مراتك غدفع على راجلها. فهمني اش بغيت نوصل لك، فهمتيني؟ يعني ما غاديش تطلب من المحكمه تاخذ الوراق، الزوجه ديالك غدفع على الراجل، الراجل شاد الوراق ديال لافورو، المراه ديالك شاده الوراق ديال ديال الحمل ديال الرضاعه اللي شادهم، كيعطيوها 6 شهور 6 شهور، وباش تعاود تشد واحد اخرين هي خاصها خدمه وخاصها دار وخاصها وخاصها وخاصها. اوكي، اما انت الا شديتي وراقيك في الساناتوريا مراتك من بعد غدفع عليك الرينوفا باش غادي تجدد بلا محامي بلا والو. انت جري على وراقيك خويا في الساناتوريا، شدهم، سير سول على راسك، دير محامي، سير عند الباترون، يعني فايك والكوزا، دير شي حاجه، ماشي دافع وكنسينو او فينو كواندو كنسينو، فهمتي؟ ونزيدك حاجه اخرى خويا مصطفى، راه الا ما عندكش الوراق ودافع في الساناتوريا وكنتي داير داك الشيء هر بيني وبينك، راه يمكن لك تقلب على خدمه وحده اخرى ديال بصح وتعاود تدفع عليهم، فهمتي اش بغيت نوصل لك؟ يعني خدمه ديال بصح، يعني تقدر تكون مثلا اللي داروا بزاف وما صدقاتش ليهم
داروا خدمه ديال بالعالي ودفعوا. تجرب دفع خدمه ديال بصح قلب عليها، وهذوك الورق ديال الخدمه الجداد دفعهم في هذيك الورق في الساناتوريا فين دافع نتايا. وتحياتي للجميع، بارطاجيو وما تبخلش على اخوك بلايك. سلام.